السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ وتدابير زهرة. اليوم جبت لكم وصفة تاع لي سوفلي، طلبتها مني واحد المشتركة وقلت والله ما نخليها في خاطرها. نبداو بالمقادير. وش عندنا؟ عندنا مغرف كبيرة تاع سكر، مغرف كبيرة تاع خميرة تاع الخبز، 5 مغارف زيت، الملح وحبة ولاد الدجاج، وعندنا كاس تاع الماء، وعندنا فارينة اللي نطمو بها العجين. أول حاجة وش نديرو؟ نحطو كاس تاع الماء يكون دافي، نحطو هذيك حبة ولاد الدجاج، السكر والخميرة، ونزيدو نحطو الزيت. قلت لكم 5 مغارف تاع الزيت، ونخلطوهم شوية. قسم دوب لنا هذيك الخميرة والسكر، هذا معك هكذا. دوكا واش نديرو؟ نبداو نضيفو في الفارينو. حطيت تقريبا كاس ونص، نزيد نحط عليه الملح. ودوك نقولكم شحال دارت لي الفارينه، شحال دات لي. العجينه هذه ما نسحقوهاش، ما يابسه ما طريه، لازم تكون مليحه شاده روحها شويه باش هكذا كي نشكلو السوفلي تاعنا يجينا واقف وشباب. هكذا انا هنا واش ندير؟ ندخل يدي نكمل نعجن بيدي هكذا، نزيد لها شويه فارينه، هنايا دات لي 450 غرام تاع فارينه، يعني رطل ناقص منه غير شويه، 500 غرام غير شويه. دوك نكمل ندخل كامل هذه الفارينه فيها، ما رانيش نعجن، راني غير ندخل الفارينه. هذا معك هنايا، شوفوا كيفاش تحصلنا على العجينه، شوفوا طريه مي ما تلصقش في اليدين، طريه بصح ما تلصقش في اليدين، شوفوها هكذا. دوكا واش نديرلها؟ نخليها تخمر 30 دقيقه، كي تخمر نرجع لكم. وهنايا بعد ما جازوا 30 دقيقه، هاي الخميره تاعنا العجينه تاعنا راهي خمرت، نهبطوها، نرشو قبل طاولة العمل هكذا، ما نكتروش الفارينة بزاف. نهبطوها غير بيدينا، هكذا. بعد ما هبطناها دوكا واش نديرو لها؟ نجيبو حلال كما قلت لكم طاولة العمل، رشوها غير بشويه فارينه، ما تكتروش الفارينه، هكذا العجينه ما تجيكمش يابسه. وكما تعرفوا اليوم العجينه درناها شويه شاده روحها، ماشي طريه كما مال فاتت تلاصق في اليدين، شوفوا ما هيش تلصق لي. وهنا يا شوفوا بعد ما فتحت العجينه كامل، شوفوا على من هذا، ديروها قيس هكذا حوالي 1 مليمتر، تكون رقيقه شويه. ومن بعد نجيب بول ولا واش عندك في الدار، وعلى حسب الحبه اللي كي حبتها كبيره ولا صغيره، انا راني حبتها متوسطه. هادو الجوانب لازم كامل نحوهم، نسبقو فيهم هما الاولين ونحطوهم في ساشي هكذا، باش كي نجيو نستعملوهم كي نكملو هادو نحشوهم ما يجوناش يابسين، يقعدوا طريين. دوك انا نحطهم في ساشي هكا باش يقعدوا لي طريين. وبالنسبه للتكتوكه تاعنا واش نحتاجو فيها؟ عندي 4 حبيبات بصل قطعتهم كامل دي بتيدي، عندي 3 حبات طوماطيش قطعتهم بنفس الطريقه، وعندي راس تاع فلفل الدريس، هنا الفلفل الدريس اختياري، اللي تحب الحار دير، اللي ما تحبش ما ديرش. عندي 2 مغارف تاع الزيت عفوا، عندي حبه فلفل حلو تاني قطعتها دي بتيدي كيما راكو تشوفوا صغيره هكذا، طيب لنا تمتم والتكتوكه تاعنا تجينا بنينه. بالنسبة لزيبيس وش عندي؟ عندي الملح، عندي 3 سنين تاع الثوم، شوية عكري، شوية راس الحانوت، هذا راس الحانوت بزاف مليحة يطيب لنا تاني التكتوكة تاعنا. حاولوا نتوما راس الحانوت تاعكم تخيروه بعناية لأنه كاين أنواع بزاف. عندي فلفل الكحل وشوية تاع الكركم، نحطو الزيت بعد ما سخنت المقلة تاعنا مليح، نضيف البصل،
دوكا نقلبو هكا شويه حتى يدبال لنا. بعد ما حطيت البصل حوالي دقيقه برك قسمه مرمتو في هذاك الزيت هكذا، دوكا نضيف هذيك الحبه تاع فلفل باش تطيب مع البصل سوا سوا هكذا. دوكا واش ندير عليهم؟ نغطيها حتى تدبلنا هذه البصل والفلفل. هنايا بعد ما دبل هذاك البصل والفلفل نضيفو الطوماطيش ولي زيبيس والثوم هكذا، ونقلبوهم ونخلوها حتى تطيب. هذا هو الحشو بعد ما طابت هذيك التكتوكه، شوفوا خليتها حتى بردت مليح باش دوكا حنستعملها. للحشو عندنا زيتون وفرماج وتكتوكه، ندير حوالي مغرفه هكذا، نحط عليهم كامل الجبن. انا استعمل جبن ابيض، وانتي واش متوفر عندك في الدار ديري، وش يحبوا اولادك، وش تحبي انتيا، انتي حره في الاختيار. دوكا واش ندير؟ نحكمها هكذا الحبه وبواسطه 70 ضغط عليها، لازم تضغطوا عليها كما راكم تشوفوا. نزيد معاكم حبه اخرى هكذا، ما خلوش الحشو يخرج. هنايا بعد ما كملناهم حطيتهم في السنيوه، دوكا واش ندير؟ نحكم فرشيطه، كي حتى تحطوهم في السنيوه باش تضغطوا عليهم بالفرشيطه، ديروا هكذا هكا باش ما تفتح لناش في الفرن هكذا. دوكا واش ندير؟ عندي البيض، ندهنهم كامل بالبيض. كي ندهنهم كامل بالبيض نحطو الزيتون، وهنا الحبة تاع الزيتون راني غاسلتها، وكي ديرو حبة زيتون تضغطو عليها هكذا باش ما تخرجناش في الفرن كي طيب. كيما راكو تشوفو ضغطت عليها. ودوكا واش ندير لها؟ نطيبها من تحت على 180 درجة، كي طيب لي من تحت ونشوفها تحمرت نشعل عليها من الفوق. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. دوك نقسم لكم حبه، شوفوا كيفاش جات من الداخل، شوفوا كيفاش طابت من تحت، حمرتها مليح، شوفوا. دوك نقسم لكم حبيبه اي سخونه، شوفوا كيفاش جات، جا فارغ ومقطن الداخل الشباب. نتمنى ان شاء الله تكون الصوره وتحط لكم هكذا باش تشوفوها مليح. شاهدكم في الجنه حبيباتي، ونتمنى الاخت اللي قالت لي حضري لي سوفلي ان شاء الله يكونوا عجبوها، وان شاء الله تشوف هذا الفيديو. وانتم احباباتي لا عجبكم الفيديو تاع اليوم، عليكم غير تنضموا في القناه تاعي وتفعلوا الجرس وتشتركوا فيها هكذا باش يلحقكم كل جديد. بقاو على خير وتهلاو في روح.